هنعمل بسكوت اقتصادي سهل وسريع ومقاديره موجودة في كل بيت. بجد مقاديره كوبايتين دقيق بس، وهتعملي الكمية الحلوة دي. بعد الفيديو ده البسكوت مش هيفشل منك خالص، وتقدري بقى تعمليه بأي طعم انت بتحبيه. شايفة شكل البسكوتة؟ زي ما هتدخل الفرن زي ما هتخرج. بجد مقاديره سهلة جدا وناجحة جدا. لو لسه بقى بتشوفوني لأول مرة، أنا سمر ودي قناتي. أتمنى تشتركوا في قناتي وتحطوا لايك، لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. هتقدري بقى تاكليه جنب كوباية شاي بلبن، أو حتى تسقيه في الشاي. بجد طعمه تحفة جدا وهيعجبكم جدا. بسكوت البرتقال سهل وسريع ومقاديره بسيطة جدا، وبكوبايتين دي هتعملي الكمية الحلوة دي. كل اللي هنحتاجه 3 أرباع كوباية سمنة، وهنضيف عليهم نص كوباية سكر بودرة. عايز اقولك المقادير كلها بالكوباية، يعني مفيش اسهل من كده، ونجاحها مضمون جدا. بتاع الشاي هتجيبيه، وتجيبي بقى 3/4 كوباية سمنة، وتعيري فيه نص كوباية سكر بودرة، وبنفس المج هتعيري 2 كوباية دقيق. مفيش اسهل من كده، المعيار بالكوباية. هضرب بقى السمنة مع السكر كويس جدا لغاية ما لونهم يفتح خالص. وده القوام اللي انا عايزاه. هتفضلي تضربيهم لغاية ما اللون يفتح معاكي، والزبدة تتحول للقوام ده. هضيف عليهم بيضاية واحدة بس، بيضاية حجمها كبير. لو عندك بقى البيض حجمه صغير حطي بيضتين. بعد ما خفقنا بقى البيض مع الزبدة مع السكر كويس جدا، هتجيبي بقى 2 كوباية من الدقيق، هتشيلي معلقة من الدقيق وتحطي بدلها معلقة من النشا، وهنحط عليهم غشة من البيكنج باودر. انا عايزة غشة بسيطة علشان شكل البسكوتة تفضل زي ما هتدخليها زي ما هتخرج. هتكبر حاجة بسيطة بس، انما مش هتفرش معاكي ولا اي حاجه. الدقيق ده منخول وعليه رشه ملح. في المرحله دي بتستغني عن المضرب خالص، وبتلمي العجين ده بايدك. بعد ما هتلمي بقى العجين بايدك كده، هتضيفيله معلقتين من عصير البرتقال، معلقتين كبار مش اكتر من كده. وكده بقى العجين جاهز معايا. شايفه شكله؟ هتجيبي بقى، انا عندي التب دي، لو عندك تب اكبر من كده برضو البسكوت هيبقى حلو قوي. ولا محتاجة بقى كيس حلواني ولا أي حاجة، مجرد ما هتدخلي العجينة وتشكليها كده هتطلع معاكي بسكوتة جميلة وهشة وخفيفة جدا عندك. وبكوبايتين دقيق هتعملي كمية حلوة قوي. هتقدري بقى تقدميها كده لأولادك جنب كوباية شاي بلبن وهما بيذاكروا، أو جنب كوباية شاي. كل بقى ما هتعملي البسكوت، لو عايزة بقى شكله يبقى متناسق كده، هتسويه بالسكينة. بعد ما خلصت الكمية كلها، بص شكله ده، من 2 كوباية دقيق بس. هتدخليهم بقى على أعلى درجة حرارة عندك في الفرن. يبقى هتهدي النار بعد ما يستوي عندك عشان ياخد اللون زي ما احنا شايفينه كده. بص شكل البسكوتة، عايز أقولك ماسكة نفسها وطعمها تحفة جدا. بسكوت ناجح من أول مرة، أوعدك في الفيديو ده هتعمليه ناجح جدا، ومفيش مجال للفشل خالص معاكي. بجد قرمشته حلوة قوي، مقرمش وبيدوب في البق دوبان. بجد جربيه هيعجبكوا جدا، طريقته سهلة ونتيجته مضمونة جدا. شايفة شكل البسكوتة؟ مش عايزة اقولك بقى كمان طعمها تحفة جدا. اتمنى تجربوها لانها بجد هتعجبكوا جدا. بسكوت ناجح من اول مرة. تعالي كمان نعمل بقى الكحك بطريقة سهلة وبرضه مضمونة جدا. هتجيبي نص كوباية من المية الدافية، وهتحطي عليهم معلقة كبيرة من الخميرة. وهضيف عليهم معلقتين من السكر. هدوب بقى الخميرة مع السكر كويس جدا في المية الدافية، وهسيبها بقى على جنب لغاية ما نبس الدقيق مع السمنة.
كل اللي هتحتاجيه 4 كوبايات من الدقيق هتنخليهم وتحطي عليهم رشة من الملح، ده بقى ربع كيلو من السمنة. تقدري بقى تعمليها بسمنة بلدي أو بالسمنة بتاعت المحلات عادي جدا. أنا حطيت عليهم 2 كبار من السمسم، السمنة دي أنا مدفياها على النار. الدقيق بقى عندي هو 4 كوبايات دقيق وعليهم 1/4 كيلو من السمنة. السمنة هتدفيها على النار علشان تبقى سايحة كده معاكي وتتبس في الدقيق بسهولة جدا. أهم حاجة بقى تبس الدقيق في السمنة كويس جدا. من نجاح الكحكاية معاكي ان انت تبس الدقيق. انا هبسه بايدي بقى لغاية ما يوصل للقوام ده. في البسكوتات والكحك مش بنعجن خالص، احنا بنلم العجين بس. تقدري طبعا تضيفيله ريحة الكحك، بس انا بكتفي بـ2 معلقة من السمنة البلدي على السمنة بتاعت المحلات، هتديكي ريحة السمنة البلدي بالظبط. هاخد بقى قطعة واعمل عليها كده بالبصمة، شوفي شكلها. فين بقى اللايك بتاع الفيديو علشان الفيديو يعلى. بعد ما خلصت الكمية كلها دخلتهم على درجة حرارة 180، بصي شكلهم وبصي قد ايه الكحكية دايبة. بتسيبيها تبرد خالص وبعدين بتحطي عليها السكر البودرة. عايزة اقولك النتيجة بجد مضمونة جدا. شايفة الكحكية قد ايه دايبة؟ بصي المقادير بجد مظبوطة جدا وهتنجح معاكي من اول مرة. امشي على نفس الخطوات هتطلعي النتيجة اللي انا وصلت لها دي. بكيلو دقيق هتملي بيتك خير. عملت بقى البسكوت والبتيفور وكمان الكحك. البتيفور انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات، تقدروا ترجعوا له، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وشايفه الكحك، حاجات بقى تدفيكي بالليل كده في برد الشتاء. تقدري تعمليهم بقى جنب كوبايه نسكافيه، او تديهم لاولادك وهما بيذاكروا كده جنب كوبايه الشاي بلبن. عايزه اقولك الحاجه طالعه تحفه جدا ودايبه جدا. بصي الكميه معايا، يعني ما طلعتليش الكحك ده بس، لا طلعتلي طبق كمان. بكيلو دقيق هتملي بيتك خير. بكيلو من الدقيق بس. امشي بقى على نفس الخطوات ونفس المقادير وهتطلع معاكي النتيجه الحلوه دي. كل حاجه طعمها تحفه جدا، البسكوت بالبرتقال والبتيفور بالفانيليا وكمان بالشوكولاته، والكحك طالع دايب. اتمنى بقى تجربوه واتمنى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. اهم حاجه تمشي على نفس الخطوات ونفس المقادير، والمقادير بالكوبايه، يعني مفيش اسهل من كده. امشي على المقادير بالظبط هتوصلي للنتيجه دي. اتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. ولو لسه بقى بتشوفوني لأول مرة اشتركوا في القناة عشان تشوفوا وصفات كتير اقتصادية ومش مكلفة خالص وبمقادير موجودة في البيت. وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله.